ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون ريفيو عن السبلاشات بتاعت ماي واي. انا مجربه منهم 4 روايح مختلفه، كل ريحه منهم رايحه كده في حته، فهحاول ان انا اوصف لكم كل ريحه، يعني العيله بتاعتها من عيله ايه، وكمان هقول لكم ثباتهم واسعارهم. فلو انت مهتمه بالموضوع كملي معايا الفيديو للاخر. انا جربتها منهم هي الريحه دي، اسمها لوف. ريحه لوف دي على حلويات، شويه ريحه مسكره جدا، شبه شويه ريحه اللبان والكانديز والحاجات دي. ريحه جميله جدا جدا وصيفيه قوي، منعشه جدا، فتناسب جدا استخدام الصيف. السبلاش بتاع لوف ده انا جبته كان سعره 20 جنيه، كان ثباته جبار، ثباته ممتاز جدا جدا جدا. بس السبلاشات دي كلها فيها كحول، فما ينفعش ان هي تتحط على الجسم. انا بس بحطها على الهدوم او باخدها معايا في الشنطه بعقم بيها ايدي، من ناحيه ان هي فيها كحول فتعقم، ومن ناحيه ان هي ريحتها حلوه فتدي يعني ريحه جميله للايد، وثباتها برده جميل جدا جدا. تاني ريحه جبتها من عندهم هي ريحه الفانيلا دي. دي ريحه شتويه بس ريحه هادية جدا وناعمة جدا، فيها شوية من ريحة زبدة الكاكاو، يعني تحسوها كده ريحة كاكاو على جوز هند، على الروايح دافية كده كلها، وتعتبر تقيلة شوية يعني مقارنة بلوف. لوف اخف منها، هي تعتبر تقيلة شوية. ريحة مناسبة جدا للاستخدام الشتوي، ثباتها كان ممتاز جدا معايا، وبرده سعرها كان 20 جنيه زي لوف. اخر مرة بقى جبت الريحتين دول مع بعض وكنت موريه لكم في فيديو المشتريات، وكنت فرحانة جدا جدا بيهم، لانهم يعني روايحهم طلعت جميلة، وانا عارفة ثبات السبلاشات بتاعت ماي واي من قبل كده، فقلت يعني الروائح الجميله دي مع الثبات ده حاجه تكون حلوه جدا بالنسبه للسعر. بس الحقيقه ان انا اتضايقت قوي قوي قوي، اكتشفت انه عدى فتره بين الوقت اللي جبت فيه السبلاشين دول بتاعت لاف وفانيلا، وبين الفتره اللي جبت فيهم السبلاشين التانيين دول اللي هم بريتي والتوت. فاثناء الفتره دي للاسف هم عملوا تخفيف في الريحه، بمعنى ان ثباتهم ما بقاش زي ثبات السبلاشات القديمه. فعايزه اقول لكم ان السبلاشين الجداد دول ما بيعودوش حاجه اساسا، بيطيروا بسرعه جدا جدا. انا مش عارفه ليه كده، مش عارفه بجد، انا زعلت قوي، زعلت فعلا. انا كنت حابه روايحهم جدا، وكنت شايفه ان هم حاجه مناسبه جدا لكل البنات، ان هي تجيب حاجه ريحتها جميله كده وقويه وثابته بالشكل ده وبالنسبه للسعر. فهم تقريبا مع الغلا والدنيا وكده فخففوا شويه في الريحه بتركيز الكحول الموجود فيها، يعني بقت الميه اكتر من الكحول، فبالتالي الريحه ما بقتش ثابته قوي زي الروايح اللي فاتت. عايزه اقول لكم ان الروايح اللي فاتت دي كانت ممكن اصلا الريحه تفضل في الهدوم 24 ساعه، 36 ساعه، ممكن اصلا تتغسل بيها وترجع لسه الريحه فيها من كتر الثبات. دول ما بيكملوش حاجه ساعه ساعتين وبيطيروا، لو اصلا انت عايزه كل شويه تجددي منهم علشان تحسي بالريحه. انا بحط معظم السبلاشات بتاعتي يعني في البيت، بجيب البيجامه كده وارش عليها قبل ما البسها واطبقها واسلبها شويه في الدولاب، وبعد كده قبل ما اخد الشاور بتاعي يعني، وبعد كده بلبسها بتكون الريحه ثبتت فيها شويه. برده مع الحركه دي الريحه برده ما بتثبتش، فدي حاجه ضايقتني جدا بصراحه، ان للاسف ثبات السبلاشات بتاع ماي واي بقى ضايع. ممكن يكون دي مشكله في اللاينز دي بس، او يعني في الشهر اللي انا جبته فيها كان مثلا غلط في الانتاجيه، ان هم يكونوا خففوا شويه الانتاجيه كلها يعني، ما عرفوش يظبطوها. فبرضه مش هحكم عليهم حكم نهائي، هستنى شويه كام شهر يكونوا يعني عملوا انتاجيه جديده وهجيب منهم ريحتين تانيين. هو اللاين كلها 6 روايح، انا كده جبت 4 لسه باقي لي ريحتين، فهستنى شويه واجيب الريحتين التانيين واشوف هل فعلا ثباتهم لسه وحش ولا رجع حلو زي الاول، وبرضه هقول لكم. فالريحه بقى الثالثه اللي انا جبتها دي اسمها بريتي، دي برضه ريحه شوجري، فيها شويه برضه لبان وحلويات وكده، بس مختلفه شويه عن ريحه لوف دي. ريحه لوف على مثلا لبان اكتر، لكن دي على حلويات وسكر اكتر، فاهمين يعني؟ دي تحسيها بيبيهاتي شويه، لكن دي يعني وقوره كده في نفسها برده، بس سويتي وشجري جدا برده. اخر ريحه هي دي ريحه توت، وهي توت فعلا يعني توت. مش عارفه قوي بقى اوصف ريحه التوت، بس اللي بيجيب اي حاجه من التوت، شاور جيل، بيجيب هاند كريم، بيجيب لوشن توت، هي نفسها ريحه التوت هتبقى عنده برده في السبلاش بتاعه، سبلاش بالتوت. فانا من الناس اللي بتحب روائح التوت دي، في ناس بتشوفها شويه ان هي ريحه معطرات جو وبيوت وكده، فما تنفعش ان البني ادم يحطها، بس لا دي برده ريحه جميله. انا لما بحطها بيبقى فيها اختلاف شويه عن ريحه المعطرات بتاعه الجو وكده، وانا شخصيا بحب ريحه التوت فما عنديش مشكله في ده للامانه. الحاجه بس اللي لسه كويسه ان الروائح فعلا جميله، الروائح اللي لما تشميها فعلا يعني بتشد جدا ومنعشه جدا،
وكلها فيها تاتشات كده رقيقه وبنواتي، ففعلا الروائح جميله. بس هي المشكله في السبات، فلو ما عندكوش مشكله ان انتوا كل شويه تجددوا السبلاش بتاعكم، ان انتوا ترشوا كل شويه، ساعتها هيكون السبات كويس معاكم ان انتوا ترشوا طبقه فوق طبقه وكمان كل كام ساعه، فساعتها السبات ممكن يثبت شويه اكتر، وفي نفس الوقت مع الروائح الجميله دي فتكونوا استفدتوا. سعر السبلاشين اللي هم بتاع بريتي والتوت دول كانوا اغلى شويه من السبلاشات بتاعه لوف والفانيلا، دول كانوا 30 جنيه يعني السبلاش الواحد فيهم ب 30 جنيه، لكن ده كان الواحد منهم ب 20 جنيه. وعامه الاسعار مش ثابته في ماي واي، كل شهر الاسعار بتختلف زي اوريفليم كده بالظبط، كل شهر الحاجه سعرها بيتغير يعني، بس هي فرنجات كلها واحده ان هي السبلاش من 20 ل 30 جنيه، ساعات بيرخص وساعات بيرخص. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، حاولت ان انا اوصف لكم روايح كل السبلاشات دي واقيمهم لكم من حيث الثبات ومن حيث جمال الريحه. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، لو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واكتبوا لي اي تقييم ليكم في الكومنتس او اسالوني اي سؤال هرد على كل الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. سلام.